مساء الخير على كل حضراتكم، يسعدني اكون موجوده معاكم في الفقره الثانيه من هنا من سبيرو. والنهارده هنتكلم عن موضوع بيهمنا جميعا كمواطنين، لكن بيهمنا كمان جدا كاعلاميين. الحقيقه انه في الفتره الماضيه كتير مننا لاحظ، سواء كنا يعني مشاهدين عاديين او اعلاميين، انه كان في كثير من التجاوزات او الخروج عن المالوف او القواعد المهنيه الاعلاميه اللي تعودنا عليها وتربينا عليها من واحنا اطفال صغيرين. ولكن مؤخرا وفي يوم 5 سبتمبر الماضي أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اللائحة اللي بها الضوابط والمعايير لضبط عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية وقواعد وأخلاقيات المهنة. الحقيقة أن قواعد وأخلاقيات المهنة طبعا معروفة ونعلمها جميعا، كل من يعمل في هذا العمل سواء الصحفي أو الإعلامي أو حتى الإعلاني. ولكن يعني وجود اللائحة كان من المهم أنها تصدر بشكل رسمي، وأيضا في مجموعة كبيرة جدا من الضوابط او المعايير او الاكواد اللي هنتكلم عنها لمراعاه ميثاق شرف الاعلامي، لمراعاه المهنيه، لمراعاه الحياديه، لمراعاه الموضوعيه. الحقيقه كل هذه المفاهيم اللي انا بقول لحضراتكم عليها احنا اتربينا عليها كاعلاميين، ولكن الفتره الاخيره كان في بعض الالتباس. عشان نوضح هذا الموضوع ونتكلم اكتر وبالتفصيل عن هذه اللائحه، الحقيقه مشرفنا ومنورنا النهارده احد اساتذه الاعلام، وطبعا غني عن التعريف، استاذ الدكتور صفوه العالم، استاذ الإعلام بجامعة القاهرة وأيضا رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي السابق. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا، مشرفنا منورنا النهاردة. يا مرحبا، وسعداء جدا بوجود حضرتك معنا في هنا مسبيرو. ونتكلم عن صدور اللائحة اللي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع الضوابط والمعايير لعمل المؤسسات الإعلامية والصحفية. هو في شك اللائحة التي صدرت لتنظم الأداء الإعلامي في مصر، وكان يجب أن تصدر منذ فترة بعيدة مع إنشاء المجلس الأعلى، لأنه أحيانا كانت هناك عقوبات يتعرض لها بعض الإعلاميين أو بعض القنوات، والرأي العام لا يتفهم وجهة نظر المجلس الأعلى للإعلام الذي يحكمه ميثاق الشرف الإعلامي والقوانين المنظمة للأداء الإعلامي. مثلا هناك يعني مبادئ عامة، الإعلام يجب أن يقوم على رسالة تحترم الأديان جميعها، والإعلام رسالة طبعا. رسالة يعني رسالة تستهدف الارتقاء بالقيم الاجتماعية في المجتمع. القيم الموجودة في المجتمع يجب أن نحافظ عليها، ويجب ألا نصنع خطاب يصنع أو يخلق فجوة أو تفرقة بين الفئات المختلفة في المجتمع. لا يجب أن نصنع خطابا للكراهية في المجتمع. صحيح. يجب أن يكون الخطاب قائم على احترام أولويات ونظام الدولة. يجب أن يكون الخطاب الإعلامي أيضا لا يستخدم السب أو القذف، لا يستخدم المشاحنات والملاسنات بين الإعلاميين بعضهم البعض. الإعلامي الذي يدخل كل بيت يجب أن لا يستخدم الألفاظ المعيبة، يجب أن يحترم القيم المجتمعية السائدة في المجتمع. حضرتك يا أستاذ دكتورنا اللي بتتكلم عنه ده في ميثاق الشرف الإعلامي الذي نعلمه جميعا كإعلاميين، الضوابط العامة الأولويات. لكن بعد كده مثلا هناك واجبات يلتزم بها الإعلامي. الإعلامي مثلا عندما يتعرض لقضية يجب أن يكون نوعية الضيوف مؤهلين للتحدث في هذه القضية، يعني التخصص في القضية المطروحة أو التمثيل النقابي أو المجتمعي مؤهل للتعبير عن هذه القضية التي تطرح، أو إذا كان في هذه القضية جدل طرف مؤيد وطرف معارض، يبقى هنا نجيب ضيوف يعبروا عن الاتجاهين. لا يصح أبدا أن احنا
نعرض القضية ونعظم من الطرف المعارض أو العكس. صحيح. إذن أيضا إحنا الإعلامي مثلا يجب أن لا يخلط الرأي الرأي اللي هو بيقوله بمضمون الحقيقة الموضوعية المطروحة في القضية. يعني القضية مكوناتها 1 2 3 4، لا يصح أنا كإعلامي إن أنا وده بيحصل من كثير من الإعلاميين اللي بيعمل مقدمة إخبارية مثلا 3/4 ساعة عشان هو يقول رأيه ويقول أنا رأيي كذا أنا أؤيد كذا، وتلاقي الضيف منكمش وخايف من الإعلامي إذا كان صوته عالي أو أو مسيطر أو إلى آخره، على أساس يجب أن رأي الإعلامي لا يختلط بالرأي العام اللي في القضية، ان هو لا يفرض رأيه الشخصي. هو دكتور صفوت احنا تعلمنا كده في الإعلام ان الإعلامي من المفروض ان يكون محايد، ولكن في الفترة الأخيرة لم يعد هو هذا التوجه او الترند. يعني احنا الفترة بتاعة 2011 طرحت كثيرا في كثير من القضايا اللي في المجتمع كانت بتتحل عن طريق الإعلام، ما كانش في دولة، وبالتالي بعض الإعلاميين اكتسبوا مكانة ما أكبر من حجمهم الطبيعي. أنا هدفي أن أؤدي رسالة. طب هنا المعادلة الصعبة ما بين الاستقلالية والحيادية والموضوعية، دي معادلة صعبة قوي يا دكتور. الموضوعية قائمة الإعلام يحلها إزاي؟ ما أنا هقول لك. الموضوعية قائمة على التوازن. توازن. توازن في عرض وجهتي النظر. المؤيد والمعارض. التوازن على مستوى اختيار الضيوف. على مستوى المدد الزمنية اللي بطرح فيها القضية. التوازن أيضا مثلا في قضية خبيثة شوية أحيانا، ودي جدا ساعات في الإعلام الصحفي أو في بعض القنوات اللي مش معروفة شوية، تلاقي المادة الإعلانية مخلوطة بالمادة الإعلامية. هنا عندنا هو أحد بنود الميثاق، عدد الخلط نصت على الفصل ما بين المواد الإعلامية والإعلامية. ده كمان ده مهم جدا. في بقى قضية كمان تربط الدراما هنا. في المسلسلات الدرامية وساعات في ماتشات الكورة تلاقي دي مواد جاذبة جاذبة للمشاهدين، فالمعلن يحرص على أن يضع إعلاناته داخل مضمون هذه المسلسلات أو داخل الفقرات السابقة على المباريات أو بين شوطي المباراة. هنا في قواعد، مدد الإعلان يجب ألا تزيد من 5 إلى 7 دقائق في كل ساعة إرسال. النهاردة إحنا بقالنا سنين، وأنا بأؤكد للزملاء اللي في المجلس الأعلى للإعلام وقالوا إن إحنا هنأجل الكلام ده بعد رمضان، أنا بقول لا، ده القصة كان يجب أن يتم الالتزام بها في رمضان، لأنه لا يمكن أبدا أن المسلسل يتذاع كله على بعضه ما بيكملش 3/4 ساعة، ونلاقي أن حجم الإعلانات بيصل إلى الساعة. احترام حق المشاهد احترام حق المشاهد وعدم تعظيم حق المعلن الذي يأخذ من حق المشاهد عند مشاهدة الأحداث الدرامية، يعني ألا يضغى الإعلان على الإعلام. طب صحيح. طب طيب اسمح لي دكتور، إحنا الحقيقة عندنا بنود كتيرة جدا، وأنا عندي كثير من الأفكار في ذهني ومش عايزة أنسى منها حاجة. بما أن حضرتك ذكرت الأعمال الدرامية، إحنا في عندنا في هذا القرار اللي أصدره المجلس الأعلى تنظيم الإعلام مجموعة من الأكواد اللي هي المعايير اللي بتضبط أداء كل قضية، يعني أكواد خاصة بالمرأة، بالطفل، بتناول قضايا الإرهاب والتصنيف، صحيح، وبالأمن القومي، بالأعمال الدرامية. بس أنا بما أن حضرتك ذكرت الأعمال الدرامية فنتوقف عندها. عندنا 19 معيار صدر لتناول الأعمال الدرامية، منها بقى عدم التحريض على العنف، منها طبعا عدم استخدام الألفاظ المسيئة، منها يعني ياريت حضرتك نتكلم من دي دي نقطة. أنا بقول إحنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في التصنيف. يعني إيه؟ الإخوة اللي بينتجوا المسلسل في نص وفي إخراج وفي تصوير، بعد اللي كده المسلسل يجي يتعرض يقول لك زائد 12 او محدش يشوفه زائد 14 او زائد 16. لا يا حبيبي، انا عايزك من الاول
من الأول تقول للمجلس الأعلى للإعلام مع هذا النص إن ده لا يشاهده إلا الأكثر من 16 سنة. وعند التنويه عن المسلسل تقول لأولياء الأمور تكتيكيا إنما لا يعقل أبدا أنت زعت المسلسل وفجأة كتب لي زائد 12 وابني قاعد جنبي عنده 12 سنة. هذا أمر يعني مش موضوعي. أنت ما اديتنيش فرصة، ما نبهتنيش كولي أمر، ما يعني ما استفدتش أنا من المعلومة دي. أنت حطيتها بس هيقال لحضرتك هنا أن ده معمول بيه عالميا، من القواعد معمول بيه في كل الدول، معمول بيه عالميا. بس ملاحظة، المسلسل ده لما بيتعرض الرأي العام في سين دولة أو في هذه القناة قالوا قبل كده 100 مرة إن ده مسلسل لمن يزيد عمره عن 16 سنة أو لمن يزيد عمره عن 14 سنة. وبعدين الـ الـ الفروق كمان مش ده يعني، هذا أمر لا يعني استخدام كلمات معيبة عمال على بطال. يعني إزاي؟ يعني أنت مثلا لما تستخدم العنف في حوادث قتل أو في أحداث تتسم بالجريمة وتمثل بالجريمة وتجد صورة الشخصية وهي بتتقتل أو صورتها وهي بتتعرض لعنف أو ضرب مبرح مثلا من رجل لامرأة، هذه أمور أنا بقول في سؤال مهم، هل هناك فايدة على المسار الدرامي نتيجة هذا المشهد ولا أنت بتستخدمه لاجتذاب المشاهدين؟ لا، وتأثيره على المتلقي. ما احنا بنتكلم هنا ان كل الاعمار بتتفرج، يعني مش زي السينما. في بعض المسلسلات شفناها منذ فترة العنف بارز ومتكرر وواضح، مش العنف حتى الجسدي، لا العنف اللفظي. والله دكتور ده جميع انواع العنف الحقيقة، الاداء الصوتي الاداء الصوتي اللي فيه حدة، اللي يخلو من جانب إنساني، اللي فيه حد بينتقم من حد وفي شراسة. هل هذا السلوك له ما يبرره بهذا الأداء على ابني الصغير أو ابنتي الصغيرة؟ ده سؤال مهم. هو الحقيقة أنا في مادة توقفت عندها وأنا يعني مش هكون محايدة هنا، وهحيي المجلس الأعلى للإعلام لما قالوا إن هم هيمنعوا أو يعني من غير المسموح بالمشاهد اللي فيها محاكاة كبيرة جدا للعنف، سواء ضد الأطفال أو ضد المرأة. لأنه بالتحديد الأطفال ممكن بياخدوا هذه المشاهد ويحاكيها فأنا بحييكم أشكركم جدا. يعني في جملة يعني أو في جزئية في الجزء بتاع الدراما المجلس الأعلى قال عليها، لكن أنا أتمنى أن يحصل نقاش ويتم تعديلها. بمعنى إيه؟ اتقال إن كل كلمة معيبة في الدراما غرامتها 250,000. أنا بقول بقى إنه أحيانا كتاب الدراما بيتغلبوا على الكلمة المعيبة بتيت ويقدم لنا، لأ يقدم لنا كلام يبدو مؤدب لكن معناه يوصلنا لكلمة أكثر من معيبة. صحيح. يبقى مش الخطورة في الكلمة المعيبة، الخطورة في المعنى أو في الفكرة التي تصل إلى المتلقي. إذا كانت معيبة أنا أخلي عقوبتها 500,000 جنيه كمان. يعني أنا مش قصدي إن حد يقول كلمة معيبة مثلا يقول يا ابن الكذا أو كذا، لفظ ما يعني ممكن الكلام يبقى مؤدب مفهوش قلة أدب، لكن المعنى الإيحاء وأنا رصدت أجزاء درامية من مسلسلات وقلتها في مسلسل في بعض قنوات تلفزيونية أخرى وشرحتها، إنه أحيانا ممكن البطل يقول كلام يبدو مؤدب لكن المعنى اللي بيصل إلى المتلقي معنى معين. طب احنا هنا برضو في قضية جدلية ودايما بيطرحوها صناع الدراما وبيقولوا انه ما احنا اللي بنقدمه احنا بنعكس الواقع، ما هو ده انت لو اتفرجت على في الشارع ده في اكتر منه مليون مرة. فحضرتك ترد عليهم تقول لهم ايه في جزئية؟ انا بقول انه يعني لا يجب ان الدراما او السينما تحاكي الواقع تماما. مش معنى كده ان الواقع فيه بعض الالفاظ المعيبة بعض السلوكات العنيفة ان احنا نقدمها، لان الناس ساعات تحاكي هذا السلوك
يعني الولاد اللي بيخشوا السينما ويقعد بكامله يشاهد أفلام السينما ويحاكيها ويخش الفيلم مرة تانية ويتابع البطل، البطل المحبوب ده لما يقول ألفاظ معيبة في كثير جدا من تاريخنا كلنا سمعنا أبطال كانوا يتخففوا في استخدام الألفاظ المعيبة لأنهم يدركوا أنهم قدوة وأن الرأي العام يحاكيهم وأنهم يتم تقليدهم سلوكا ولفظا وأفعالا وحتى الإيماءات اللي بيستخدمها. كلنا فاكرين مثلا كتير من المشاهد اللي مثلا اللي بيستخدمها بطل زي عادل إمام يطلع تاني يوم بتشوفيها في المدارس في الجامعات في الشوارع وهكذا. إذن من الخطورة بمكان أن البطل أو النجم يحاكي الواقع ونجسد هذا الواقع بشكل متكرر. الواقع إحنا يجب أن نجمل الواقع، يجب أن إحنا نتعلم من الواقع المعيب في سبيل تحسين هذا الواقع، في سبيل تطوير هذا الواقع. القيم اللي بيعكسها الإعلام يجب أن تكون قيم الحق والخير والجمال، وإذا قدمنا الشر نقصد منه أن إحنا نقدم الدرس أن الخير هو اللي أبقى وأن الجمال هو اللي أصلح وأن السلوك الإيجابي هو الأفضل لتربية الأبناء والجيل الجديد. صحيح. أيضا من الحاجات المهمة جدا اللي صدرت في هذه اللائحة اللي هو فيما يتعلق بعدم إعادة نشر المواد الدعائية الخاصة بالجماعات الإرهابية، لأن احنا طبعا عانينا الحقيقة بقى مر المعاناة من هذا الموضوع. هم طبعا بيعملوا حاجات دعائية تضر بمصالح البلاد، تضر بالأمن القومي، وطبعا بيكون فيها أو كلها أكاذيب، وإعادة نشرها هي إعادة الفكرة، حتى لو أنا بقول إن ده مش صح. طبعا لا، ده مهم جدا. يعني عدم نشر هذه المواد، وفي جزئية تانية مرتبطة بيها بقى عدم استخدام مضمون إعلامي أو دعائي معين جاء في وسائل السوشيال ميديا دون تدقيق من مصداقيته. يعني لابد إن أنا كإعلامي في كتير جدا من الأوقات ما بيبقاش عندي تصوير يعني والحدث سريع، وأجد مادة إخبارية موجودة على وسائل السوشيال ميديا، خطر جدا إن أنا أعيد بثها على وسائل الإعلام فأكسبها مصداقية فأكسبها قابلية للتصديق ومفيش ممرتش بحارس البوابة الرسمي. يعني أنا يجب على قضايا، أي قضايا تمس الأمن العام والشرطة والجيش، إن أنا أستعين بالبيانات الرسمية لأن الفيديوهات دي ممكن تخضع لكثير من التسجيل يعني على السوشيال ميديا. النهاردة وسائل يعني تكنولوجيا الاتصال ممكن تزيف الحقائق. صحيح. ممكن تعيد تصوير الأشخاص، ممكن تركب صورتي مثلا على صورة شخص آخر. صحيح. قد يرتدي ملابس تعبر عن جماعة معينة، وممكن الهيئة الشكلية للشخص تتغير وتتبدل عشرات المرات. صحيح. إذن التصوير وتكنولوجيا الاتصال صار فيها جوانب من الزيف والخداع. يجب علي أن أنا أنتبه كقائم باتصال أن أنا مرجعش للسوشيال ميديا إلا إذا كان في مصداقية وتدقيق وتحقق من مدى دقة هذه المضامين. الحقيقة المضامين الإعلامية أيضا مهمة جدا، إن الإعلاميين وبعضهم البعض سلوكيات الإعلاميين مع بعض. يعني أهلا وسهلا، أنت زعلان مع زميلك اللي في القناة الأخرى، لكن لا تستخدم الملاسنات، لا تستخدم المشاحنات، سوري يعني أحيانا الكلام اللي فيه تلقيح على بعض، هذا أمر لا يليق في الأدب. هذه المنصة المفروض هي لخدمة المواطن، رسالة عامة، public presentation، لخدمة المواطن مش لخدمة الإعلامي أو لشخصه، لخدمتك أو مش لخدمة مصالحك. إنك مثلا ما هو الإعلامي يجب أن لا يقبل هدايا أو مال أو لا يتعرض للرشوة، فبالتالي علاقته بقضايا الشأن العام علاقة قائمة على طرح جانبي الموضوع، علاقات قائمة على الحياد، على الحرية المسؤولة، حريتك مسؤولة،
مسؤولة بنسق قيمي مجتمعي. وبمناسبة الحريات يا دكتورنا، وإحنا بنتكلم في بند مهم جدا وهو عدم أو ممنوع منعا باتا استخدام المعلومات الشخصية أو البيانات أو الصور الموجودة على الأجهزة الرقمية لأي شخص، لأن طبعا، طبعا شفنا برضو في الفترة اللي فاتت في ناس كتير قوي يعني اتشهر بيها سواء عن حق أو عن باطل. هنا يعني تشويه صورة الأشخاص في نصوص مهمة جدا مرتبطة بحق الخصوصية. صحيح. حتى حق خصوصية الشخص اللي انت شايف انه مجرم، حق خصوصية هذا الشخص يلتزم منك كإعلامي انك ما تتناولش اي معلومات او بيانات خاصة بهذا الشخص في اطار التشهير او الازدراء او انك تقلل من قيمته داخل المجتمع. في جانب تاني مهم جدا، القضايا المنظورة أمام المحاكم. أو طبعا لا يجب أن يتم تناولها. يعني واحد يقول إيه ويتم إعدامه بعد نص ساعة، أهلا. لا يا حبيبي، مش قضيتك أنت. يعني ده أمر، يعني في تلاقي بعض الإعلاميين يتنبأ بالحكم بكرة، خطر جدا. ليه؟ وكأن القاضي أنت خدت منه الحكم من الكنترول مبكرا. طيب لو جه الحكم زي ما انت قلت، انت وضعت القاضي في حرج، وضعت العدالة في حالة من التشكيك. وايضا ولو شهرت بالاخ المجرم هو بريء حتى تثبت ادانته. يبقى اذا ليس من حقك انك تتناول قضايا خاضعة للتحقيقات النيابة او القضاء في الاعلام، لان ده الرأي العام بيكون صورة طبعاً. والصورة انت كإعلامي بتنقلها له وبتكون انطباعات. طب لما يحكم عليه بالبراءة مصداقية القاضي تبقى فين، وانت سبق انك انت وجهت له اتهامات او ادانات بارزة. يبقى اذا الإعلام يجب ان يتناول هذه القضايا بدرجة من الاتزان، بدرجة من الاعتدال، بدرجة من عرض جانبي الموضوع. طيب في قضية شائكة ليها علاقة دكتورنا ما بين السوشيال ميديا وما يتعلق بحماية الأمن القومي، بمعنى تداول الشائعات ونشرها. طبعا السوشيال ميديا مفتوحة، ما فيش سيطرة عليها، وهي بيقال عنها أنه هي إعلام يعني بديل أو الناس كلها صح بتستخدمها. كيفية حماية الأمن القومي، أي شائعات ممكن تضر بأمن الوطن، بالنسيج الوطني، بالأمن القومي للبلاد، بعض الأزمات، كتير من الأزمات احنا بيفتعلها السوشيال ميديا. القواعد العامة بتقول ايه؟ القواعد العامة بتقول ايه؟ شائعة يبقى فيه معادلة. المعادلة بتقول ايه؟ الأهمية في الغموض. بمعنى ايه؟ انا علشان ألغي الشائعة لازم اخلي الغموض صفر او الاهميه صفر. يبقى انا كاعلام لما تحصل حادثه كبيره لازم اكون ادائي الاعلامي يتسم بالسرعه. طب اذا كان في حاله من تستلزم التاخير انتظارا للبيان الرسمي، يبقى على الاقل عندي اليه ترصد الاعلام المضاد وتقول لا صحة لما أثير في قناة كذا بشأن القضية الفلانية، وبعد فترة قليلة احنا في انتظار البيان الرسمي. لازم أنفي ما يثار، ولازم أتجنب أي إعادة تبث المواد اللي في السوشيال ميديا، لأن مصداقيتها مهما كانت غير مؤكدة. طب بس ما هو هيقول حضرتك هنا الناس بتستخدم السوشيال ميديا وبتتفرج عليها وبتصل ليها بنسبة أسرع، فأنا لو ما تابعتش ده، أنا بقول حضرتك ما يقال يعني عشان نرد عليه، يقول لك أنا لو ما تابعتش السوشيال ميديا فأنا مش هبقى مواكب للسرعة. ما هو ما أنت دلوقتي يبقى إذن يبقى السرعة هنا تستلزم وقت الأزمات. يبقى واحد بقى البيانات الرسمية تبقى أسرع. لازم البيانات الرسمية تبقى أسرع. أو ننفي بعض المضامين اللي وصلت للقنوات الأخرى حتى الرأي العام ينتظر على استنارة. لا يعني لا ينتظر وهو غير متأكد وهو مصدق ما أثير في السوشيال ميديا. فلازم
ان انا اتناول المعادلة في اطار ان الشائعة تساوي الاهمية في الغموض. الاهمية انا ما اقدرش الغي اهمية حدث، لكن اقدر اخليه في حالة وضوح شفافية. الوضوح بقى صفر، يعني خلى الغموض صفر، يبقى صفر في الأهمية، الشائعة مش موجودة يساوي صفر. يبقى إذن لابد من الأداء الإعلامي يتسم بالسرعة، لأن مع تكنولوجيا الاتصال في دراسات بتقول إن خلال 6 دقائق لو أنا ما تناولتش الأسبقية في الرد على بعض الأزمات، بيتحول الإعلام بتاعي من إعلام سابق الأحداث إلى إعلام يلاحق الأحداث ويرد على الدعاية المضاد، فيبقى العبء مضاعف. طب اسمح لي حضرتك من فضل لنا دقيقتين وعندي أسئلة لسه كتير، عايزة أعرف من حضرتك هل ما نشره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من قرار لتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والصحفية مقارب لما ما هو موجود به معمول به في الدول سواء الأجنبية أو العربية أو غيرها؟ أنا كنت أتمنى الآتي. أنا كنت أتمنى أن النصوص اللي أكدها المجلس الأعلى توصل القنوات وتوصل للإعلاميين قبلها بأسبوعين ثلاثة، ويتم مناقشتها في اجتماع متبادل بين أعضاء المجلس الأعلى للإعلام وبين قيادات القنوات وكبار الإعلاميين، لأن في حاجة مهمة جدا. الأداء الإعلامي يجب أن يقوم على إيمان طوعي. أنا أصدق الكلام اللي طالبه مني المجلس الأعلى، فعشان أصدقه لازم أناقشه، ولما أناقشه يبقى في حوار متبادل بين القائمين على الأداء الإعلامي وقيادات المجلس الأعلى للإعلام، فالجميع يتناقش علشان لما أجي أقول للمذيع عندي في قناة سين أو صاد اعمل كذا أو ما تقابلش كذا أو ما تنشرش إعلانات بالحجم الفلاني أو ما تستضيفش الضيف الفلاني أو أنت ناقصك هنا ضيف يعبر عن الجماعة المعارضة لهذه القضية. يعني مثلا تقولي قضية رؤية الأطفال، من يمثل الرجال ومن يمثل المرأة المطلقة، ولكن عايزين نقول يا دكتور صفوت أنه هذه القواعد معمول بها عالميا، يعني طبعاً مش في مصر بس في كل الدول العرف. أتمنى أن يجرى حوار طوعي ومشترك ونقاش مشترك بين الإعلاميين وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام، ونفتح المجال لإمكانية تعديل بعض هذه النصوص في إطار التطبيق العام لتيسير التطبيق، لأن الإعلامي هيلتزم بهذه القواعد كممارسة مهنية وجدانيا. لازم الإعلامي يؤمن بهذه الرسالة ويطبقها وينفذها كنقاش عام، وقيادة القناة عنده أيضا تؤمن بها، وأيضا يجب أن نطرح النقاش في المجتمع من خبراء الإعلام، لأن الأداء الإعلامي أيضا ملك للجميع، لأنه طالما بيحمي الدولة بيقدم القضايا للرأي العام، بيشرح هذه القضايا، بينور الرأي العام، وأيضا بيساعدنا على أن احنا نستفيد من قادة الرأي والإعلاميين لصالح القضايا المطروحة في المجتمع. أنا حقيقة سعدت جدا بلقاء حضرتك، للأسف وقتنا انتهى وكان لسه فيه بنود وأكواد كتير، لكن للأسف وقتنا انتهى، فهنلتقي إن شاء الله مرة أخرى. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ورئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي السابق، شكرا جزيلا لحضرتك، وبشكر كل حضراتكم. وعايز أقول حاجة، إنه كل إعلامي ميثاق الشرف الإعلامي يجب أن يكون بداخله أولا، يعني وبعد ذلك طبعا يعني تطبيق اللوائح له كل الاحترام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبعا هذه اللائحة لها كل الاحترام، ولكن يجب أن ينبع من داخل الإعلام. تصبحوا على خير.